ما عندي شيء، بقعد مع الشباب برا نلعب ورق شدي نتسلى يعني. يعني روتين، ما في اي شيء جديد. يعني هلا في عندي شباب عم بيلعبوا شدي، هلا بس يخلصوا باخذ منهم 2000 ليرة يعني. طبعا اشتروا ب1000 بيبسي و1000 للطاولة وللكراسي بس ما من الصبح وانا فاتح يعني. الساعة 8 الصبح وانا فاتح، ما في حدا، لانه كتروا القهاوي يعني. يعني صار في بالاول كنت لحالي، هلا صار في 3-4 قهاوي. صورة احيانا بيكون في هذا الضغط النفسي بشكل عصبيه مرات زائده من لا شيء. في بعض الاحيان بعصب هيك، بفيق معصب طبعا اكيد، لانه ما في شيء يشغلك يعني، ما عندك شغل يومي انه انت تضيع وقتك او تستفيد من وقتك بعمل منتج. بالنسبة للحياة اليومية اللي احنا بنعيشها الشباب، وخاصة الشباب يعني، بنعاني من الروتين، لأنه في كتير روتين، نفس الحياة، نفس اليوم يعني. كتير ناس بتحس انه الأسبوع 7 أيام وأحد 2-3 إلى آخره، احنا بنحس كل الأسبوع يوم واحد، لأنه نفس اليوم بنعيشه، نفس اليوم، إلا يعني إذا كان في تغيير بيكون تغيير شيء قليل، قليل قليل من التغيير. حتى لو بنتسلى، هاي التسلية إذا كانت على شكل دائم وشكل كل يوم كل يوم كل يوم، بتصير عندك يعني بتمل من هذا الموضوع، بطل الموضوع تسلية، صار موضوع تاني غير التسلية. وحتى ما فيش مكان تروح له، فيش لا عندي ولا مكاتب انه الواحد يروح يعني يقرا كتب يتثقف شوي بالمكاتب، ما فيش انديه يعني يروح واحد يمارس رياضه هو بحبها. كمان صارت مواضيعنا انا واصحابنا يعني كثير ممله، يعني كل يوم نفس الموضوع، موضوع الشغل وموضوع العيش وموضوع البركسات وموضوع الشوب نفس المواضيع. كمان صرنا نحس انه مواضيع ممله يعني، زهقنا من المواضيع. لأنه يعني لحد الآن ما فيش هيئة عليا للفلسطينيين اللي تحكي باسمك. يعني إذ أي اجتماع بده يحضروه مع الحكومة اللبنانية، ما فيش وفد مشترك اللي يحضر هذا الاجتماع، ما فيش ناطق رسمي باسمك في لبنان. عال في السفارة الممثلية اللي حطوها لمنظمة التحرير، لكن للأسف ما فيها تعمل شيء لأنه القرار السياسي مش قوي. أنت مش قوي، فصائلك منقسمة على بعضها. وأكبر دليل على ذلك أنه أزمة نهر البارد أصبح لها سنتين، لحد الآن مش قادرين نعمل شيء، مش قادرين نضغط على الحكومة اللبنانية بإعادة إعمار نهر البارد. عشرين أيار بصير لنا سنتين مهجرين، لحد الآن ما في أي جهد حقيقي بمسألة الإعمار. كله بيقول لك الإعمار يعني مرتبط بقرار سياسي. هو لو في قرار سياسي مظبوط أو صادق كان بتأمل الناس، ويعني بيجيك واحد رجل سياسي بيقول لك إنه بعد أسبوع الإعمار، بيجي أسبوع ما بصير في شيء، ما بتعمر. وهذا اللي عم بيولد خوف عند الناس، إنه الناس بتضل خايفة من هذا الشيء، لأنه ما حدا عم بيحكي كلمة صح، كله عم بيحكي هيك علشان يطمئن الناس وعشان يريحنا شوي، بس الناس مش عم ترتاح. لأنه ما في شيء يعني بضمن لك إنه أنت ترجع على المخيم أو المخيم عم بتعمر.
فيش مواد بناء عم بتفوت على المخيم. صحيح انه كسروا للمخيم وجرفوه صح، صار كله ملعب وساحات كبيرة، بس ما في حدا فوت عم بفوت عم بيشتغل جوا، علشان هيك الناس خايفة والناس مش مطمنة لهذا الشيء. انا بس اشوف الحديد والترابي والخفان بلش يفوت على نهر البارد بقول فيه عمار. انا هاي الوعود الكاذبة من السنيورة والعباس زكي وعباس غبي ما باخدش فيها. انا باخد بيقول لي بتاريخ كذا 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 ببلش اعمار نهر البارد، حدد لي التاريخ حتى اصدق. بس هاي الوعود كلها كاذبة، ما عاد طعم خبز.